بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فحسب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور. ندوس على الهم والأحزان ونحمي كرامة الإنسان، نصلح عملة السجان، نرجع حلمك المهدور. فحسب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور. في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور. في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور. ما نوعدكيش نجيب الشمس لكن نفتح منافذ نور، نناسيكي مرار الأمس نخضر لك صحاري البور. ما نوعدكيش نجيب الشمس لكن نفتح منافذ نور، نناسيكي مرار الأمس نخضر لك صحاري البور. في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور. شباب النور عقول صحية وقلب جسور، شباب النور رجال فعلا ما هوش زور. شباب النور هيفدوكي، شباب النور هيبنوكي، شباب النور هيملوكي هنا وسرور. في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور. يا مصر يا بلدي حبيبتي، بكرة أمانة في رقبتي، وشيب يا مصر لو شبتي ولا خطرك يكون مكسور. يا مصر يا بلدي يا حبيبتي، بكرة أمانة في رقبتي، وشيب يا مصر لو شبتي ولا خطرك يكون مكسور. في حزب النور ندوس على الهم والأحزان ونحمي كرامة الإنسان، نصلح عملة السجان، نرجع حلمك المكسور. حلقة جديدة بدأتها أمتنا وبدأتها دعوتنا كذلك، نحن في مفترق طرق، مرحلة حساسة لها ما بعدها. أعجبني تعبير أحد الإخوة في بداية هذه المرحلة أنه قال هذه الشهور الثلاثة أو الأربعة ربما تعدل عمل الثلاثين سنة الماضية، وربما تؤثر على ثلاثين سنة مستقبلا أو أكثر من ذلك. ولذلك لا بد أن يكون لنا في هذا المقام علم و إرادة صادقة في نصرة الدين، إخلاص لوجه الله عز وجل، صدق وجدية في نحن لا نريد من دعوتنا رسالة الرئاسة ولا سلطنة ولا ملك، وإنما نريد أن نعبد الناس لله سبحانه وتعالى. وقبل أن نعبد الناس ينبغي علينا أن نعبد أنفسنا لله عز وجل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يكون هناك انبعاث
من داخل هذا هذا الجسم المليء بالإيمان إلى الفضاء حتى يمتلئ إيمانا. فعندنا في شريعتنا لا تبنى على التجربة السياسية، إنما تبنى على أرضية وضع أساسها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذا هذه الأرضية وهذا الأساس هما الركيزتان التي يتكئ عليهما الإمام في تسييس أمور الأمة. لما نيجي للدين الإسلام، هو دين يشترك مع غيره من الأديان في القضية أنه هو المرجعية العليا لأصحابه، وأن من دان به لابد أن يخضع له، ويختلف عنها اختلاف جذري في أنه دين شامل كامل. فمن آمن به، يقول لك الحرية الأفراد واختيارهم، وهو الناس مش قالت لا إله إلا محمد رسول الله باختيارها ودخلت في هذا الدين باختيارها. هذا الدين ما هوش زي دين البوذية ولا زي دين النصراني، هذا الدين مجموعة عقائد وأحكام وآداب وأخلاق، من دخل فيها فقد قبلها جميعا، حتى وإن لم يلتزم بها ده شيء آخر. ونقول له: لا، احنا نردك إلى ما ألزمت نفسك به، لأنك قلت أنك مسلم، أنت مؤمن بالقرآن الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها، وهو الذي نعى على الأمم السابقة اللي احنا بنحكي تاريخها دوت، واللي هم شايفين أنه قال الله تعالى في الشريعة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا غير موجود عندنا. إذن المشكلة كن تسعى لمدح أو جزاء أو سناء، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام، وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. لجنة النشئ ستبقى تبني أجيال الصلاح، فهي رمز للمعالي وهي عنوان النجاح، دربها للخير دوما تعتليه في كفاح، فبإذن الله تحظى بنعيم وفلاح. ستبقى تبني أجيال الصلاح، فهي رمز للمعالي وهي عنوان النجاح، دربها للخير دوما تعتليه في كفاح، فبإذن الله تحظى بنعيم وفلاح. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام، وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. أيها السائل عنهم عن شباب المكرمات، عن تفان عن تسام عن معان عن صفات، نهجهم نهج قويم إنهم خير الدعاة، في طريق الأنبياء والصحابة الثقات. أيها السائل عنهم عن شباب المكرمات، عن تفان عن تسام عن معان عن صفات، نهجهم نهج قويم إنهم خير الدعاة، في طريق الأنبياء
الأنبياء والصحابة الثقات. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. هب لنا دار السلام. هب لنا دار السلام. هب لنا دار السلام. نعم على طريق النور.